السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله تكونوا حضراتكم بخير وكويسين. اتقابلنا تاني في ريفيو اوف دنتال ليتريتشر ذا كلينيكال كي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على كلينيكال تيب ريليتد للسمنتيشن اوف ديفرنت امبلانت بروستاتكس حتى ايفن بروثيسز اراوند الناتشرال تو. ازاي نقدر نعمل بروبر ابلكيشن للدنتال سيمنت سواء كانت بروفيجنال سيمنت او ديفينيتيف سيمنت، بحيث ان احنا نقلل كميه الاكسس سيمنتيشن اللي بتبقى فيري هارمفول للبري امبلانت سوفت تيشوز او حتى ايفن السوفت تيشو اراوند الناتشرال. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الايفكت بتاعها اراوند البري امبلانت سوفت تيشوز ديفينيتلي بيكون مور ديستركتيف ومور هارمفول. تعالوا مع بعض نتكلم في بعض الكلينيكال تيبس البسيطه اللي هتساعدنا في ازاي نقلل كميه الاكسس سيمنتيشن ديورينج ابلكيشن اوف الفاينل او التمبري سيمنتيشن. تعالوا نشوف مع بعض. والكلينيكال تيب اللي هنتكلم عليها النهارده كانت ذكرت على ايد شندور ادهواني في كتابه سيمنتيشن اند دنتال امبلانتولوجي، وكان بيتكلم ازاي ان احنا نعمل بروبر ابلكيشن للسيمنت بحيث ان احنا نقلل كميه الاكسس سيمنتيشن اللي تبقى فيري هارمفول سبيشلي طبعا للبري امبلانت سوفت تيشو. والكلام هنا هيبقى مينلي مخصص للبري امبلانت سوفت تيشوز والسيمنتيشن اوف الديفرنت دنتال امبلانت بروستاتيك. وفي البدايه كده يا جماعه، زي ما حضراتكم عارفين ان الديفرنت امبلانت بروستاتيك سوليوشنز ممكن تكون سكرو مانتبل او حتى ايفن سيمنت ريتيند او حتى ترو سكرو ريتيند، لكن طبعا دي طبعا حاجه من الحاجات الفيري بريدكتبل ان السكرو ريتيند ريستوريشن حتى ايفن السكرو مانتبل ريستوريشن بتقلل كميه الاكسس سيمنت حتى ايفن ترو سكرو ريتيند نو سيمنتس اتول، ودي حاجه بتبقى فيري بينيفيشال للسوفت تيشوز. لكن في بعض الحالات اللي فيها ستاتيك بوينت اوف فيو، في بعض الحالات اللي ليها ميكانيكال بوينت اوف فيو، لايك مثلا لو عندي سكرو شانل كان جاي في ليبيال بوزيشننج ومش هنعمل بروبر مانجمنت بي انجوليتد سكرو شانل، نقدر نستخدم السيمنت ريتيند ريستوريشن مع بعض البريكوشنز. وكان منها طبعا استخدامها للكاستم ابارتمنتس والفينش لاينز بتاعتنا تكون سلايتلي انتراسايكلر او سلايتلي ديب للجنجيفا مارجن من 0.5 الى 1 ملليمتر. بعض الاوثرز يقولوا لو هنعمل كاستم ميد زيركونيا ابارتمنت لازم المارجن يكون سوبرا جنجيفال. لكن ان هو التيب اللي هنتكلم عليها كريتيكالي هو ازاي نقدر نعمل ابلكيشن للسيمنت انسايد ذا فيتنج سيرفيس اوف ذا ريستوريشن، بحيث ان احنا نقلل كميه الاكسس سيمنتيشن او الاكستروجن اللي بيحصل من السيمنت انسايد ذا سالكس. طبعا هنا هو هواني كان بدأ يتكلم فيه، عندي 3 مين تكنيكس للابليكيشن للسيمنت. الثري مين تكنيكس هما جروس ابليكيشن للسيمنت انسايد ذا فيتنج سيرفيس، او براش ابليكيشن للسيمنت انسايد ذا فيتنج سيرفيس، او حتى ايفن ريم ابليكيشن للسيمنت اراوند ذا مارجن. وكان بيتكلم زي ما هنوري حضراتكم في اخر الفيديو بعض الصور التوضيحيه اللي بتشرح الديفرنت تكنيكس. وكان الموديل سيميوليشن لما يحدث انترا اورالي ديورنج السيمنتيشن ديفرنت امبلانت بروستاتكس عن طريق ان هو جاب تو درينكينج كلير درينكينج جلاس بيكر، وكان قاس ال وبدا يكونفيرم التوتال كونفرجنس بتاع تو جلاس درينكينج بيكرز باستخدام بروتراكتور، وكانت الانجليشن بتاعتنا هنا اهوت اراوند من 6 تو 10 ديجري كسيميوليشن للتوتال كونفرجنس انجل للامبلانت ابارتمنت اللي هي من 6 تو 10 ديجري. وبدا يستخدم كجيليت، وده حقيقي طبعا في التجربه اللي بدا يعملها، بدا يستخدم الجيليت فوم كان هو سيميوليشن للسمنت وللبروبرتيز اوف ذا سيمنت. وبدا يعمل ديفرنت ابلكيشن تكنيكس سواء كانت براش ابلكيشن سواء كانت جروس ابلكيشن او سواء كانت ريم ابلكيشن. Gross application it mean total application أو filling the fitting surface of the crown inside the crown totally be الفوم. وبدأ يعمل application للفوم inside the glass beaker على another one، وبدأ يشوف كمية ال excess cement ال extrusion from the first trial. والsecond trial بدأ ي apply الفوم around the internal surface of the crown، طبعا just wetting the axial surface minimal amount، بدأ يحط minimal amount من الفوم على ال axial surface of the glass beaker، وبدأ يأبلاي over the another one وشوف كمية الإكسس سيمنت. والفاينل أبليكيشن هي الريم أبليكيشن باي أبليكيشن أوف الجيلت فوم أو اللي هو بما يحاكي السيمنت inside the margin of the crown، طبعا مش at the margin، near the margin of the crown around the rim just around the rim. وبدأ يأبلاي التو جلاس بيكرز over each other. والمفارقة هنا هو إن الراجل بدأ يقول واحدة من ال very interesting facts فعلا، ودي بتحصل حقيقة، إن الدانتست بيعملوا أبليكيشن للسيمنت 50% more than what's needed. لكن رجوعا للاكسبيرمنت اللي عملها ودهواني، بلاقينا ان كميه الاكسس سيمنت least amount of excess cement او cement extrusion هي عن طريق الريم ابلكيشن. احنا نابلاي السيمنت near the margin around زي الريم او رينج near the margin، ونعمل ابلكيشن للكراون over the abutment. ده بيخلي السمنت يفلو to the top of the crown toward the occlusal ويقلل كميه الاكسس سيمنت. طبعا this technique هو مش بيسيب zero amount of excess cement، لكن بيسيب least amount of excess cement نقدر ان
احنا نعمل لها مانجمنت، نعمل لها سام سورت اوف ريموفال. اجين طبعا الديفرنت بروتوكول اللي هو جراس ابلكيشن، ده يعتبر من اكتر البروتوكولز اللي بتدي كميه اكسس سيمنت وسيمنت اكستروجن انسايد ذا بيري امبلانت سوفت تيشوز، وده يدينا ديفرنت هارم افكت. وطبعا السكند ترايل اللي هي الانترميديت ترايل اللي هي براش ابلكيشن برضو بتدي انترميديت اماونت من الاكسس سيمنت، لكن الاكسس سيمنت ليست اماونت اوف اكستروجن منها هو عن طريق ابلكيشن الريم ابلكيشن للسيمنت نير ذا مارجن. وكاري كاب للاكسبيرمنت طبعا ديفينتلي سكرو ريتيند ريستريشنز اللي هي ترو سكرو ريتيند او حتى ايفن سكرو مانتبل ريستريشن ديفينتلي ذا بيست امبلانت سبورتد ريستريشنز. لكن لو في بعض الحالات اللي ليها ميكانيكال واستاتيك ايشوز نقدر نستخدم سيمنت ريتيند وذ ليست اماونت اوف ابلكيشن للسيمنت، وذا بيست تكنيك هو ابلكيشن اراوند ذا ريم اوف ذا كراون نير ذا مارجن. اكيد في ديفرنت ترايل تقدر تقلل كميه الاكسس سيمنت، هنتكلم عليها لاحقا في مور ريفيوز. بعض الناس بتستخدم اوبن اباتمنت، بعض الناس تعمل كلوجر للسكرو تشانل اوف ذا اباتمنت، بعض الناس تعمل فنت انسايد ذا اباتمنت، هنتكلم عليها ديفينتلي في مور ريفيوز. لكن انا اهوت ابتدينا نتكلم في ذيس ريفيو ازاي نقدر نعمل ابلكيشن للسيمنت انسايد ذا فيتنج سيرفيس اوف ذا كراون سبيشلي اراوند ذا امبلانت with least amount of excess cement extrusion inside the soft tissues. هسيب حضراتكم مع demonstration للتجربة اللي عملها ودهواني في كتابه cementation of dental implant، وفي النهاية بفكر حضراتكم في ال previous reviews نقدر نرجع لها في أي وقت سواء كان على فيسبوك أو يوتيوب أو انستجرام. متشكل حضراتكم جدا، وأشوف حضراتكم في more reviews of dental literature the clinical key.